بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم والدنيا بخير. لما تلاقي حد دايما جنبك في الشدة قبل الفرح يساعدك ويواسيك، ايده في ايدك دايما في الخير، ولما تغلط عمره ما يجريك، بيفرح بنجاحك ويساعدك من غير مصلحة ولا عمره قارن نفسه بيك، واحد مش من دمك بس دايما قلبه على قلبك وأقرب من أقرب واحد ليك، يبقى هو ده اللي طلعت بيه من الدنيا، صديق العمر، ثروتك الحقيقية في كل اللي حواليك. يا ترى مين هو اللي يستحق لقب صديق العمر وإيه مواصفاته وليه قلت الصداقة الحقيقية بين الأجيال الحالية؟ تفاصيل مهمة هنقولها النهاردة إن شاء الله مع الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. دكتور محمد أهلا بيكم، منورني. أهلا بيك، منورة الدنيا والله. ربنا يخليك يا رب. بنسمع وبنشوف جمل دلوقتي، بما ان السوشيال ميديا هي الوسيله للتواصل دلوقتي بين كل الناس، تلاقي حد منزل بوست لحد فتلاقيه كاتب له وحشني يا صديق العمر، صديقي الغالي، اهلا بصديقي، يعني اي حاجه فيها جمله صديقي. لكن الصداقه وكلمه صديق هي ليها معاني كبيره جدا ومعايير مهمه قوي، ايه هي؟ طبعا هو كلمة الصداقة دي كلمة غالية وكلمة كبيرة جدا، ولازم لما نقولها أو لما أقول على حد إن هو بالنسبة لي صديق لازم يبقى ليها معاني كتير. أول حاجة أنا دايما بشوف إن الصديق ده بالنسبة لنا هو السند، الصديق اللي دايما كتفه في كتفي، عايزني أبقى أفضل نسخة من نفسي، عايزني دايما واقف على رجلي، بيحب لي الخير، ممكن يجي على نفسه علشان أكون أنا واقف على رجلي، ولما يلاقيني ماشي في طريق غلط ينصحني ويوجهني ويقول لي الطريق ده مش طريقك وإن أنت ممكن ترجع. بلاقيه دايما في المواقف سداد، بلاقيه دايما معايا، علشان في ناس بتستعجل ويقول لك إيه، يكون اتعرف على حد كده في وقت صغير ويقول لك ده صديقي، ويقعد يحكي له عن أسراره ويقعد يقول له عن حاجات كتير جدا، وفي الآخر يكتشف ان هو خذله او ان هو ضحك عليه او ان هو اداله ثقة كبيرة. كلمة الصداقة دي كلمة غالية، كلمة كبيرة جدا. الصديق يا لمياء بالمواقف وليس بالكلام. الصديق ان هو يكون انسان سوي بينصحني النصيحة الصح اللي بيخليني اقرب من ربنا، ولما يلاقيني بعيد يقول لي لا انت في طريق غير طريقك الصح، اللي دايما بيديني المشورة والنصيحة اللي تقدر توقفني على رجلي، اللي لما أكون مزنوق، اللي هو بمعنى أصح يعني السند. الصديق جاي من الصدق، من الصدق، هو صادق معايا في كل شيء، صدقه في القول ما بيضللنيش، مش بيضللني، وهو كمان إنسان سوي نفسيا. يعني إيه إنسان سوي نفسيا؟ هو بيحب لي الخير وعايزني أكون واقف على رجلي وعايزني أكون حد جميل كده وعلاقاتي، وبيفرح لما بيجي لي شغل جديد أو لما بيكون معايا ماديات كويسة، يتمنى لي الخير، يتمنى لي الخير. لكن في ناس بيوهمك إن هو بيتمنى لك الخير، بس هو من وراك هو منافق ليك، وبيوجهك بطريقة أنت مش واخد بالك منها للي هو عايزه، وده اللي بنسميه الصديق المنافق، عشان في ناس بتقع، وده اللي بيخلي الناس تتصدم في الصداقات بسرعة. مش هنقول بقى الصديق، هنقول الصاحب. الصاحب لكن مش هتندرج تحت كلمة صديق. أو بمعنى السوشيال ميديا دخلت علينا كده طباع، حد كده تعرفنا عليه في يومين ثلاثة، ده صاحبي، ده صديقي. بس لأ، عشان أنت اتكلمته مرة أو اتنين أو ثلاثة، هو ما ينفعش يكون، لأن في ناس بتقول أسرارها بسرعة أو يحكي كل اللي جواه لمجرد إن هو عايز يفضفض مع حد، وممكن يقول حاجات كتير، وممكن بعد كده الإنسان ده ياخد عليه نقط ضعف ويعايره بيها في يوم من الأيام، ويقول له ده أنت بتعمل كذا، طب ما تشوف نفسك الأول، طب ما أنت مش عارف في غلطات في حياتك. فمش أي حد يؤتمن على أسرارك ويؤتمن على خصوصيتك، عشان ما تقومش على كارثة كبيرة أو تنفجع من أزمة ثقة ممكن تحصل لك. المواقف هي اللي بتبين مدى صدق ووجود الناس في حياتنا. سهل جدا كلنا نتكلم، ولكن الأفعال هي اللي بتبين مين قريب ومين بعيد. طب لو حطينا نقاط أساسية كده
لكلمة صديق لابد أن يتوفر فيه واحد اتنين تلاتة ايه؟ رقم واحد ان هو يكون انسان محترم ومتربي ومتدين، وانسان بيخاف ربنا في تعاملاته، لانه لو بيخاف من ربنا هيخاف عليا كانسان موجود في حياته. رقم اتنين يكون سند ليا في الازمات وليس بالكلام. هو دايما معدن البني ادم يظهر في الازمات اكتر من اي حاجه تانية. الاصل الطيب، الناس اللي عندها اصل طيب، لكن قصه ان حد دايما يوهمني ان انا معاك وان انا واقف معاك ولما اجي يحصل لي مشكله تلاقيه اتبخر، الاقيه مش موجود، او بيعمل اعذار او بيهرب من مواجهه الشيء اللي انا موجود فيه. في حد تاني اللي هو الحاجات اللي انا اقول عليها ان هو يكون صديق، الشخص اللي دايما بينصحني النصيحه الامينه في مستقبلي، مثلا يقول لي لا اعمل كذا عشان انت هتبقى كويس في الحته دي. الشخص اللي بيفرح بنجاحي، بيفرح بنجاحي حتى لو انا اعلى منه في المستوى المهني او الاجتماعي، هو فرحان لي لان هو ما عندوش عقد نقص فعايز يقلل مني او يكسر مني، هو فرحان من جواه. الشخص اللي دايما واقف معايا في فرحي، واقف معايا في حزني، وبيكون دايما عايز مثلا يكون قريب مني، عايز يكون موجود معايا في كل حاجه انا بعيشها، والكلام دايما بيبقى طالع من قلبه. لكن لو هو شخص منافق عايز يتحكم في شخصيتي وعايز يهمش شخصيتي وياخدني للتفكير بتاعه هو، يبقى ده هو كده بيوجهني، يبقى ده ما ينفعش ان انا اقول عليه صديق او قريب مني. وفي بعض الناس اللي دايما ينتقد اللي قدامه، وانتقاده ليه يقول له انا عشان بحبك فبقول لك الحاجات الغلط او المش كويسه اللي ممكن تكون فيك، لكن بين انه خايف علينا وبين انه غيران مننا ودايما بينتقدنا شهرة صغيرة جدا. ناخد التليفون ونكمل. ام رسيل، الو ام رسيل اتفضلي. طب حاول تكلمنا مرة تانية. مظبوط، فرق كبير بين النقد والنصيحة. لما انا بحب حد يبقى المفروض ان انا بنصحه واديني النصيحة، بنصحه عشان يكون نسخة جميلة من نفسه، بقول له خلي بالك انت المفروض تعمل كذا او كذا او كذا. لكن الشخص الهدام اللي هو طول الوقت بيهد فيا، حتى لو شافني عامل حاجة حلوة يطلع فيها عيب بالظبط ويكبره، ويقعد يوهمني ويخليني افقد الثقة في نفسي وافقد الثقة في اللي انا بعمله، ده اسمه الصديق او الانسان المنافق اللي بيدعي وبيتظاهر قدامي ان هو بيحبني، بس هو من ورايا بيهدني بيكسرني بيدمرني. وفي ناس كتير، الناس دي دايما في الغالب المنافقين بيبقوا طريقه كلامهم معسوله، بيعرفوا يتكلموا، عندهم كاريزما في الكلام، فدايما يكلمك ويوجهك، بس في النهايه لما بيحس ان انت بتعلى عنه في مستواك المهني او الاجتماعي يشدك لتحت يقول لك انزل، انت ما ينفعش تعلى عني. يحاول لو انت عملت حاجة حلوة جدا والناس كلها حواليك مبسوطة وبتسقف لك، يقول لك كان ناقص ان انت بس تعمل دي، او يقول لك لا انت يعني ما كنتش كويس، او يقول لك انا كنت شايف الموضوع ده عادي، انت ما يعني ما عملتش جديد غيرك عمله، يفسد لك فرحة الشيء اللي انت بتعمله تحت مسمى ان انا بحبك وتحت مسمى ان انا صديقك، بس هو بينقدك من تحت. ودي بتبقى شخصيات خبيثة منافقة هدامة بتهدم اي حد في الدنيا. عشان كده بقول لحد، لو انت واثق من نفسك وواثق في اللي انت بتعمله، ما ترميش ودنك لحد يملاها بكلام يأذيك او ممكن خاطر ايه يدمرك. في نوع تاني من الصداقة اللي انا بقول للناس اتجنبوها. طب خلينا قبل ما نقولها ناخد التليفون. مدام شيماء، الو. اهلا وسهلا، اتفضلي. ازيك، عامله ايه مدام نمير؟ الحمد لله بخير. بقول لحضرتك دلوقتي انا ما بقاش عندي ثقه في حد من كذا تجربه يعني جربتها. ما بقتش عارفه اتعامل ازاي مع الناس. مع ايه؟ ما بقتش عارفه اتعامل ازاي مع اللي حواليا. التجارب اللي انت مريتي بيها تجارب صداقه ولا تقصدي تجارب ايه؟ لا كل التجارب يعني تقريبا دلوقتي اي حد انا بتعامل معاه بقيت خايفه ان انا اتعامل معاه لا يأذيني.
طب ايه انت ايه الموقف اللي حصل لك كسر الثقة يعني انا جواكي؟ كل مثلا ما اقرب من حد، مثلا انا من نوعي ان لما بحب بحب قوي، يعني مثلا ممكن اتعلق بالشخصيه قوي، اللي هو مثلا لا ما تروحيش في حته لما تيجي معايا، لا انا وانتي مع بعض. ما بحبش مثلا حد يخبي عليا ان انا اكون قاعده في مكان وحد يخبي عليا ويقول لي الوحش، لا انا عايزه مثلا اكون صاحبه حد يحكي معايا زي ما انا بحكي معاه في كل حاجه. اتفاجئ بقى ان انا كل حاجه من الصحبه دي او من حد قريب مني من التجارب اللي انا شفتها، فمش عارفه ان انا اتاقلم مع الناس، وحسيت نفسي اليومين دولت ان انا بعدت خالص عن البشر. انتي من النوع اللي بتحكي كل حاجة لأي حد انتي بتتعرفي عليه لا فبتلاقي مش نفسك. بحكي كل حاجه، انا بحكي عادي، يعني مثلا انا رحت جبت كذا، ده انا نزلت جبت حاجه كده. فتلاقي انتي هم عارفين عنك كل حاجة بس انتي ما تعرفيش عنهم حاجة. ايوه بالظبط كده. بس انت عندك مشكلة خطيرة وخلي بالك منها. مشكلتك ان انتي قلتيها في الاول، ان انا بتعلق بكل حاجة. بتحب قوي. ما ينفعش، لازم تتدربي على التوازن في القرب والتوازن في البعد. تعلق الزيادة والتعود الزيادة على الأشياء بيخلينا مرضى مش قادرين نتعامل. ليه؟ لأنك أنت ممكن تكوني بتتعاملي مع صديقتك أو صاحبتك بتعود مبالغ فيه، وأنت بتنقلي لها كل التفاصيل اللي موجودة عندك. أنا رحت، أنا نزلت، أنا طلعت، أنا كلت، أنا شربت. هي الناحية التانية مش متعودة على وجودك زي ما أنت متعودة، فلما ما بتعملش معاكي ده انت بتزعلي. يبقى ألف ب لازم ما تتعلقيش، ما تتعوديش، وما يكونش حاجة موجودة في حياتك هي محور الاهتمام. أزمة الثقة اللي انت فيها دي ما تزعليش مني، خليني أقولك ان انت السبب فيها. ليه؟ حتة التعود المبالغ فيه وحتة التعلق. ما ترب... يعني أنا دايما بقول للناس ما تربطوش سعادتكم او وجودكم أشخاص. باشخاص، لان الاشخاص ممكن تتغير وفي لحظة ممكن تبقى مش موجودة. صح؟ وممكن الشخص اللي انا بتعامل معاه هو مش مجبر يعاملني بنفس الطريقة اللي انا بتعامل بيها، فمن هنا بزعل على نفسي. اتعاملي بتوازن في علاقاتك. يعني واحدة صاحبتك بتعاملك كويس، عامليها كويس، عايزة تخرج معاكي لو ظروفك تسمح اخرجي معاه. مش لازم يبقى فيه اهتمام مبالغ فيه واحتواء مبالغ فيه، لان في النهايه هي مش بتعاملك بنفس الطريقه فده بيزعلك. طيب ناخد منار. منار اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي اتفضلي. حضرتك لو سمحت يا دكتور، انا دايما بحس نفسي يعني مكتئبه وعندي اكتئاب وكده، فكنت عايزه اتواصل مع حضرتك. يعني دايما بحس نفسي بعيط على طول لوحدي. ده من بعد موقف معين حصل لك في حياتك ولا ده فجأة؟ يعني هو من 3 سنين، يعني من ساعة ما كان يعني معمول لي سحر، فمن ساعتها وانا مش قادرة ان انا اخف ولا اروح ولا الكلام ده. لا انا بسألك على موقف معين حصل لك. لا لا ماليش دعوة، ما انا موضوع الحلقة ده الصراحة ماليش دعوة بيه. موضوع ايه؟ الحلقة. الحلقة؟ لا انا بكلمكيش على موضوع الحلقة، انا بكلمك انتي في موقف حصل في حياتك سبب لك مشكلة، سبب لك ازمة نفسية. سيبك من موضوع السحر والكلام ده. ما هي بتقول ان هي ما هو اتعمل لي بالمرض، فانا بقى ايه دايما حاسه نفسي مريضه مش قادره اطلع من اللي انا فيه. ده عشان انت بس اتقالك ان انت معمول لك سحر. انت رحتي فعلا للدكتور؟ كان معمول. انت رحتي للدكتور وقال لك ان انت مريضه؟ لا هو الدكتور عمل لي تحاليل واشعاعات وقال لي انت كويسه وما فيش حاجه. يبقى انت ما فيكيش حاجه. بص يا ست الكل، من 3 سنين انت قلت ان انت اكتشفت ان انت معمول لك سحر. طيب السحر ذكر في القرآن وعلاجه بقراءة القرآن، ماشي ما فيش مشكلة. بس مشكلتك ان انت لسه موهومة ان انت مريضة، او موهومة ان جسمك بيوجعك. لازم تعملي حاجات جديدة في حياتك، ولازم تنزلي ولازم تطلعي ولازم تخرجي، وتأكدي ان انت ما عندكيش شيء عشان تقدري تستمتعي بحياتك. قصة ان انت مستسلمة، لو قمت الصبح دراعك وجعك، ايه ده انا مريضة. اطلعي من الوهم ده، وده الوهم ده اللي مسبب لك الاكتئاب اللي انت موجوده فيه طبعا، والخنقه اللي انت بتحس بيها.
حاولي تستمتعي بحياتك على قد ما تقدري، عيشي الوقت اللي انت عايشاه، انت ما عندكيش حاجه، انت زي الفل. صلي وقربي من ربنا ومفيش اي حاجه هتضرك في الدنيا، بس المهم ان انت تستمتعي بحياتك. طيب حضرتك قلت في نوع مهم جدا من الصداقه، او في نوع نبعد عنه. في نوع من الاصدقاء الصديق الشكاي. يعني اللي هو ايه؟ طول ما انت قاعد معاه عمال يديك طاقه سلبيه ويقول لك انا كذا والدنيا والحياه ومش عارف ايه، تبقى طالع من القعده معايا لمياء انت مشحون بطاقه سلبيه مرعبه. ده اللي هو النوع اللي طول الوقت، اللي هي دي السمه الاساسيه في شخصيته. ايوه. مش الشخص اللي بيشتكي وقت الازمه. لا لا لا، مش اللي بيشتكي وقت الازمه، اللي هو طول الوقت بيشتكي، يبقى كويس بس بيشتكي وبيصدر لك طاقه سلبيه، وبيحاول وانت موجود معاه دايما او دايما لما يجي يكلمك في التليفون هو دايما عمال يصدر لك طاقه سلبيه، يصدر لك طاقه سلبيه. فانت لما بتيجي تبص كده في الصداقه دي بتحس ان انت معمول عليك ضغط او لود كبير جدا، انت مش قادر تتنفس. المفروض ان الصديق بيديك زي كده متنفس، يعني هو بيتكلم وانت بتتكلم، انت بتعبر وهو بيعبر، فالنوع ده بيديك طاقه سلبيه. ده نوع بالنسبه لي انا كصداقه. احنا كلنا بنتعرض لظروف طبعا، ووارد ان احنا نسمع بعض ونفضفض لبعض، والصديق لابد ان هو يشيل عن بس صديق. مش طول الوقت بنتكلم في الحته دي، في الشكاية، الشخصيه الشكايه، اللي هو مش طول الوقت انت بتصدر لي طاقه سلبيه، ما بتضحكش خالص. وممكن يكون على فكره، عايز اقول لك حاجه، ممكن يكون هو بره في العالم الخارجي هو شخص كويس جدا وعايش حياته بصوره حلوه جدا، بس هو معايا هو بيشتكي. فده بيقعد يأذيني نفسيا من غير ما بحس. فده انا ما بطلقش عليه يعني زي لقب صداقه، لان هو بيصدر لي طاقه سلبيه. وزي ما قلت لك ان الصديق سند، زي ما هو هيسندني انا كمان هسنده، زي ما هو هيدعمني انا كمان هدعمه. يبقى ده نوع مهم جدا الناس تخلي بالها منه. طيب نروح فاصل؟ نروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم ان شاء الله بعد الفاصل. انا اتكلت عليك في كل احوالي. برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مره تانية. معنا النهارده الدكتور محمد هاني، استشاري الصحه النفسيه والعلاقات الاسريه، وان شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم واسئلتكم. ناخد ام احمد. ام احمد اتفضلي. طب حاولي تكلمينا مره تانية. صاحب، صديق، رفيق، هل الصديق هي اعلى حاجه ويندرج تحتها الصاحب والرفيق، ولا الرفيق هي الاعلى؟ الصديق طبعا اعلى حاجه. الرفيق ده مثلا ممكن يكون رفيق رحله، رفيق وقت صغير. ودايما من احد الصداقات اللي دايما بنحاول ان احنا نحافظ عليها صداقات الطفوله. خلي بالك يعني دايما كده صديق الطفوله ده ما بيتعوضش، حتى لو جه عليه 1000 صديق في حياتنا، بس بيبقى ليه كده طابع خاص. ايام ما كنا يعني في مرحله البراءه، او كنا في الابتدائي او في اعدادي، صديق الطفوله ده هو صديق ما بيتعوضش. فاللي عنده صديق طفوله دلوقتي هو عنده ذهب، عنده كده حاجه، لان ده اللي عاش معاك مراحلك المتغيره وما زال هو الشيء الثابت اللي موجود في حياتك. بس احيانا مش دايما يعني، ولكن في بعض المواقف تلاقي صديق الطفوله لما بنكبر بتختلف وبتتغير شخصيتنا، فتلاقيه اتغير، ما بقاش زي الاول. في لحظات معينه تلاقيه واحد تحس انك ما تعرفوش. اكيد، بس في ذكريات بنقعد نقلبها مع بعض ونفتكر المواقف اللي كنا بنعيشها، فبنقعد يعني حتى ممكن يكون في ناس من زمان اصدقاء ما شافوش بعض من سنين طويله، بس دايما من المدخرات الهامه في حياتنا يجي يقول لك ايه، ده صديق كنا مع بعض في المدرسه، كنا مع بعض في الجامعه، كنا مع بعض في اعدادي، كنا بنقسم الساندوتش مع بعض، وعشنا مع بعض ايام ما كان شخصياتنا لسه ما كانتش في مرحله النضوج، وكنا لسه في مرحله البراءه والعفويه، وعشنا مع بعض، كانت ذكريات حلوه. فانت بتيجي كده عمال حتى لو ما شفتوش بعض بقالكم سنين طويله، لما تيجي تقعدوا مع بعض ياه، استرجاع لذكريات قديمه وحلوه، وتقعد تتكلم وتقعد كده تسترجع، تحس ان انت في فرحه، وتحس ان انت عايز تكرر اللقاء مره واثنين وثلاثه. انا عايز اسالك، اقول لك ليك صديق طفوله ولا لا؟ بس خلينا ناخد التليفون وفكر فيها على ما يرجع. مدام منى. السلام عليكم. اهلا وسهلا. عليكم السلام، اتفضلي. ازي حضرتك يا فندم، عامله ايه؟ الحمد لله بخير. يا
ربنا يديك الصحة والعافية. ربنا يخليك يا رب، اتفضلي. حضرتك انا دلوقتي عندي سؤالين. اتفضلي. السؤال الأول، أنا ابني عنده 19 سنة. هو دلوقتي حاليا أنا اكتشفت إن هو بيدخن. يعني الفترة من إمتى؟ يعني بقال حضرتك كده يعني من هو في أولى إعدادي تقريبا أو في تانية إعدادي. بيدخن من هو في أولى إعدادي؟ عرفت بالصدفة. بالصدفة أنا ما كنتش أعرف أصلا إن هو بيدخن. عرفت بعد ما اتطلقت، يعني حصل مشاكل معايا كتيرة مع جوزي، يعني بقى كنت متجوزة بقالي 20 سنة وحصل حاجات كتيرة، يعني البيت كان أساسا كله يعتبر كان فيه مشاكل طول الوقت، وهو كان جوزي بسبب إن هو كان بيخوني طول الوقت، وأما بعرف بيمسكني يضربني قدامهم، فكان البيت كله ملخبط على بعضه، ما كانش فيه حاجة عادلة في البيت أساسا. فأنا اكتشفت إن ابني بعد كده إن هو بيدخن بعد ما كنت اتطلقت بسنة. أنا دلوقتي حاليا مش عارفة أتعامل معاه، كل ما بكلمه بيتنرفز. مجرد ما اجي اتكلم معاه يعني اتعاملت بكل الطرق اللي اقدر ان انا اكلمه فيها، يعني مره اتحايل عليه، اعيط له، اتوسل اليه، ومره بالعنف وبالزعيق، مفيش اي حاجه جايبه نتيجه. اول ما افتح معاه الموضوع ولو حتى من بالتلميح يزعق ويروح سايبني وماشي ويقول لي ده بيت خربان، ده مش عارف ايه الكلام بالطريقه اللي هي ده ابنك اللي هو المراهقين. ده ابني. هو بابا فين؟ بابا موجود؟ هو اتطلقت. بس انا اتطلقت بقالي سنه دلوقتي. ماشي، يعني هو مش بابا على اتصال بيهم؟ ايوه موجود، هما شغالين معاه اصلا في نفس المكان. طب ما تبلغي بابا. ما هو بابا عارف كل حاجه بس مش عارف يعمل معاه حاجه اصلا، لان للاسف هو شاب. بابا اصلا كان يعني في للاسف كان في وقت من الاوقات كان مدمن حشيش وكده. فهو للاسف كل ما اتكلم ابوه معاه في حاجه زي دي يقول لي ما ابويا كان بيعمل. ما ابويا كان بيساوي. هو القدوه بتاعته اساسا وقعت، زائد ان انا يمكن لما كان بيشوفني بتضرب قدامه او ابوه بيخني او بيعمل، فحسيت ان هو الواد يعني مش شايفنا احنا الاثنين لينا لازمه. اسوياء اساسا. خلاص احنا مش شايفنا اساسا. فانا دلوقتي بسال سؤالين، اعمل ايه مع ابني؟ والسؤال الثاني، انا دلوقتي اللي هو طريقي دوت عمال بيتحاول يرجع لي بكل الطرق، لدرجه ان قال لي هرجع والعصمه تبقى في ايدك. وهعمل لك كل اللي انت عايزاه بس نرجع مع بعض تاني. انا خايفه. طلقه بقى لك قد ايه؟ سنه. بقى لي سنه. طيب كنا منفصلين من قبلها بثلاث سنين، يعني هو في مكان ولا في مكان. هو كان سبب الانفصال ايه؟ ما بتقولك بيخونها وبيضربها. كان سبب الخيانه، ولما كنت بعرف ان هو بيخوني كان بيمسكني يضربني عشان انا ما ينفعش اتكلم طالما عرفت ان هو ان انا بتخان، يعني اسكت خلاص. طب انت حاسه ان هو اتغير؟ والله هو انا دي مش اول مره نسيبه، كنا كل مره بننفصل بس من غير طلاق ويرجع. وكان كل مره بيبقى في الاول جميل وطيب وحنين ويبطل الكلام ويكسر لي بتاع خطوط التليفون ومش هتكلم حد تاني ومش هعمل ومش هسوي. بعد فتره معينه يرتاح في البيت ونرجع تاني ونبقى اسره تانية مع خلاص والدنيا اتلمت، ابص الاقيه رجع تاني مكان. فانا عايزه اعرف هو قولي لي يا مدام منى ثلاث مميزات فيه. لا هو في حاجات كتيره بصراحه كويسه، يعني هو طيب، يعني مش بخيل، بيصرف على عياله، بيحب عياله، بيحب عياله جدا كمان، يعني ما بيحبش، مش من النوع اللي هو مثلا يكبر دماغه ويقول مش عايز اعرف حد ولا لا، يفضل مع عياله ويفضل يصرف عليهم ويشوف ناقصهم ايه ويعمله لهم. وغير ان هو مش بخيل فعليا كمان، يعني ما كانش بخيل عليا خالص، يعني حتى لما جيت اتطلقت جاب لي الشقه وفرشها لي كلها من اولها لاخرها وسابني قاعد فيها، لان هو بيقول لي انا عارف ان انا ظلمتك. طب انا عايزه اسالك، انت لو سالتي الاولاد نرجع ارجع ولا ما ارجعش، ردهم هيبقوا ايه؟ هيبقى ايه؟ انت عندك ولدين ولا عندك اولاد؟ عندي ثلاثه. ثلاث اولاد؟ ثلاثه صبيان يعني؟ الثلاثه صبيان. طب لو سالتيهم يقولوا لك ايه؟ والله انا بقى هم ابوهم صعبان عليهم لان هو دلوقتي عايش لوحده، فهم دلوقتي عاطفتهم كلها راحه ليه، فكل شويه يقولوا لي بابا تعبان، بابا يرجع، بابا يعمل، اقول لهم يعني طب أنا عايزينك ترجعي. هم عايزين يرجع بس خايفين من لحظه ان انا بعد ما ارجع يحصل نفس الحكايه تاني. فانا مش عارفه هو ما فعلا ممكن واحد خاين يرجع يبقى بني ادم كويس؟ او ممكن. واحد كذب او واحد اقول لك حاجه؟ قول. ممكن يتغير. الناس بتتغير لما بتخسر. واكيد السنه دي وهو قاعد لوحده علمته ان مفيش اسره موجوده في حياته. اديله فرصه. اديله صح. فرصه. بس وانت بتدي الفرصه ادي الفرصه من قلبك، يعني ايه؟ مش ان انت راجعه مغصوبه او راجعه حد ضاغط عليك، انت هترجعي للم شمل الاسره تاني من اول وجديد. لم شمل الاسره،
وما دام هي سالت يبقى انت من جواكي عندك استعداد للرجوع. تمام. وهي عندها، انت عندك ثلاث اولاد في مرحله المراهقه محتاجين جدا وجود الاب والام في حياتهم. جوزك انت قلت ان هو طيب وحنين وكريم، وتعامل معاكي وانتم متطلقين زي يقول لك كده ايه، النهايات اخلاق، سابك في الشقه وفرشها لك وعمل لك كل حاجه في الدنيا، هو ما كانش عايز يقفل الباب معاكي، عايز يرجع لك. حته قصه الستات او ان هو بيخون دي بتبقى سلوك، بتبقى سلوك يعني بتبقى سلوك ممكن يتعافى منه لما يلاقيه ان هو بيخسر بيته بيخسر عياله. ادي فرصه، انت مش هتخسري حاجه، لان كان عايز اقول لك حاجه، انت دلوقتي اتطلقتي بقالك سنه، بس من كلامك كده واضح ان العلاقه ما بينكم محترمه عشان بتربوا ولادكم، فطب ليه ما نرجعش وندي فرص ومفيش يعني كل حاجة ممكن تتغير، ممكن هو يتغير. ولم واضح ان هو راجع المرة دي وهو راجع مكسور، يعني واحد بيقولك خد العصمة في ايدك، يعني بيقولك في رسالة مضمونها انا مش قادر اعيش من غيري، انا من بعدك الدنيا معايا مش كويسة. لا، واللي هو اعترف كمان بيقول لها انا عارف قد ايه انا ظلمتك. ما هو في اوقات كتير مفيش مانع ان انت تاني في اوقات كتير اعترف كمان عشان الاولاد، عشان الاولاد واقدر احتوي الاولاد، واضح ان هم عندهم كمان شغل تجاره او بيشتغلوا مع بعض. لم شمل الاسره ده لازم يتلم، مهم جدا بس بشكل سوي. وعايز اقول لك بس حاجه، هو مش كل حاجه في الدنيا بتبقى كامله، معلش في حاجات هتعدي وان شاء الله ربنا يهديه ويبقى راجل يحافظ على بيته واستقراره وترجع الامور زي الفل ان شاء الله. طيب ناخد ام احمد. ام احمد اتفضلي. السلام عليكم حضرتك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يخليك يا أستاذة لمى، ربنا يخليك لينا حبيبتي، ربنا يرضى عنك. الله يخليك. ربنا يرضى عنك يا حبيبتي. الله يخليك. من فضل حضرتك أكلم أسطورة الطب النفسي أستاذ محمد هاني. اتفضل. ربنا يخليك يا ست الكل. لا بحقيقي أقسم بالله، أقسم بالله أنا بستنى يوم الاثنين قبل الحلقة ما تبدأ أقول يا رب الحلقة النهاردة تكون مع أستاذ محمد هاني. ربنا يكرمك. الله يكرمك يا رب. حضرتك يعني بجد بتدينا طاقة غير طبيعية، غير طبيعية. ربنا يخليك يا دكتور. الله يرضى عن حضرتك. دلوقتي يعني ده متجوزة بقالي 32 سنة. شفت على مدار حياتي، يمكن قبل كده عملت مداخلة مع حضرتك والأستاذة الفاضلة أستاذة لمية، اللي ما كنتش لاقية أعمل كوباية الشاي. فأكيد أستاذة لمية افتكرتني وعملت مداخلة وحكيت لحضرتك يعني قد إيه شفت في حياتي، شفت كتير. فدلوقتي أنا يعني عايزة أقول لحضرتك إن جوزي يعني على طول دلوقتي أنا دلوقتي كبرت ما بقتش زي الأول. على طول يرمي طاقة سلبية، على طول يشوف اللي قدام مني أفضل. يعني لو حد عمل معاه موقف قد كده يفضل يحكي ويتحكى بيه ويضحك بره ويعمل بره. وانا دلوقتي يعني مريضه صوت من كتر الضغوط اللي بشوفها قدامي. هو عنده كام سنه؟ عنده 62 سنه. 62 سنه وانا عندي يعني 53 سنه. وجدود، احنا جدود. بس يا استاذه لميا انا اعصابي خلاص بدات تنهار. شفت كتير عليه حاجه مش عارفه انا اوصفها للدكتور. هو طول عمره ده طبعه؟ هو كل هو بس صوت حضرتك بيقطع شويه، استاذنك وقفي في مكان بس. سامعيني كده حضرتك؟ اتفضلي. كل ما كنت احاول ان اطلب الانفصال اقول لا عشان ولادي بس يشوف اللي بره كويس، اي حاجه اعملها حلوه ما تشكرش عليها. يعني شقيت كتير وتعبت كتير وسندت كتير، ما فيش مره احس بجبر خاطر، ما فيش مره احس ان انا بتكرم زي ما يعني في واحده من قرايبي مثلا كان صديقه ليا دي ما ننساش افضلها علينا، دي ما ننساش لما تيجي احسن استقبال والفلوس تظهر وده وده. ابص الاقي انا فين من كل ده؟ هو اللي بيقول عليها كده؟ هي فعلا يعني هي قريبتي. انا عشت حياتي وحاسه ان انا مش عارفه اقول للدكتور على اللي جوايا من كتر يا دكتور ان هو حس
ان هو زي اللي بيكسرني، وانا انسانه قويه جدا بس بايماني بربنا اللي هو كان احن عليا من اللي مني من اللي من دمي، هو ربنا بس اللي كان معين ليا، فايماني بربنا هو ده اللي ما كسرنيش لغايه دلوقتي. دلوقتي هو بيحاول يدور عليا، بيحاول ان هو يقربني مش لاقيني. خلاص اللي جه عليا دلوقتي ان انا قاعده في مكان بقعد ساكته، اول ما بلاقيه جه بدخل اوضه مش عايزه اتكلم. خلاص بقالي 32 سنه بتكلم. كان في وقت انت اللي بتدوري عليه فيه ما كنتيش بتلاقيه، النهارده هو بيدور عليكي مش لاقيكي، صح؟ لا لا مش لاقيني، عشان انا معاه في البيت. مش لاقيكي انت نفسيا، مش لاقيكي من جواكي. اتغيرتي. ودي اخر مره قال لي انا مش عايزك تبقي زعلانه، انا حاسه ان انت على طول قاعده لوحدك، احنا بنكبر. والله انا نزلت دخت في الشارع وتعبت، قلت له لا ربنا يشفيك ويعافيك وما فيش اي حاجه. رجعت لقيت نفسي تاني مش عارفه ارجع زي الاول، مش عارفه. وهو حاسس ان هو يعني ما أفهم لو جبر بخاطر كده قدام عبد ولا هزيد حته طبطبه. طب انت ما اتكلمتيش معاه ليه دلوقتي؟ ولا انت اتكلمتي قبل كده وخلاص تعبتي؟ انا لا، ما هو الكلام لما باجي اتكلم بيطلعني انا غلطانه. لا دلوقتي في الفتره اللي هو رجع وبدا يقول لك ما تزعليش انا حاسس، بطلت اعاتب. ولو هو عاتبني مش هعاتب، مش هفتح كلام. خلاص بقول لحضرتك 32 سنة اتكلمت كتير، طاقتها خلصت، طاقتك خلصت. عارفة حضرتك خلاص ما بقاش فارق لأن هي حتى مش بتراضى، أنا مش بتراضى. أنا فاهمة حضرتك كويس جدا، بس ممكن أطلب منك طلب صغير؟ أؤمر حضرتك، أؤمر. من حقك بعد تعب ال 32 سنة ده إن أنت تخليه يعمل لك علشان يساعدك. خديها مني كده جملة، يعني ايه؟ خليه يعمل مجهود علشان يطبطب عليكي ويرضيكي، ما تقفليش على المجهود ده عشان من حقك ان انت تتعوضي عاطفيا. فاهمة قصدي؟ يعني خليه يهتم وخليه يحتويك. انت معانا يا ام احمد؟ وخليه يقول كلام حلو. مش معانا؟ حتى لو كنت انت مش مستقبلة الكلام كله، بس من حقك تعوضي نفسك عاطفيا بعد 32 سنة جواز. سيبيه يعمل مجهود. انا يعني هي فتحت جزئيه خطيره ومهمه جدا جدا، دي لازم نعمل لها حلقه ان شاء الله، اللي هي بعد فوات الاوان. بعد فوات الاوان، صح. ومش هنتكلم فيها دلوقتي عشان دي هنعمل لها حلقه لوحدها. لان انتبهوا من شيء مهم جدا جدا جدا، انه احنا بيجي علينا فتره في حياتنا نبقى بنعمل مجهود عشان نوصل للي قدامنا احنا محتاجين منه ايه. لما بنعمل مجهود وبنلاقيه مش واخد باله ومش منتبه، على ما بينتبه ويعمل اللي احنا عايزينه بنبقى احنا مش عايزينه خلاص. صح، لان فات الاوان. صحيح، لان المشاعر بردت خلاص، انا طلبت كتير والشخص اللي قدامي ما فهمش. زي ما يقول لك انت جاي متاخر. قريتها مره وعجبتني جدا، لما زوجة فضلت طول الوقت تقول لزوجها محتاجاك تتكلم معايا، انا عايزه يبقى في نقاش بيننا وبين بعض. تفضل اليوم كله قاعده منتظره لما يجي عشان خاطر يتكلموا مع بعض. فتره طويله جدا، مجهود كبير جدا عملته علشان خاطر تلفت نظره اني محتاجاك. بدات تنشغل بانها تقرا، فبدات تنشغل عنه بالكتاب. لما بدا هو يدور عليه عشان يقعد يتكلم معاها، لا استغنت عنه بالقرايه، حطت بديل ليه، حتى لو كان بديل مش شخص او حد قريب منها، استغنت عنه بكتاب. فخلاص ما بقتش قادره ان هو حتى تقعد تاخد وتدي معاه. فانتبهوا، لان دي من الحاجات اللي بتبوظ الحياه. حاضر. مين صديقك؟ انا عندي صديق، هو صديق العمر وصديق الطفوله، وهو اسلام زميلي، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب. امين يا رب. عشنا مع بعض ايام حلوه، وعشنا مع بعض ايام صعبه وايام جميله، وايام يعني كنا دايما كتف في كتف مع بعض. وده فعلا اللي انا اطلق عليه صديق العمر، مراحل الحياتيه كلها من ابتدائي للجامعه. ما خدتكوش الدنيا من مهما خدتنا، بس لما بنتلاقى
تبقى لسه مكانه جوه القلب. المسافات بتقرب بسرعه. المسافات بتقرب، يعني حتى مهما خدتنا الدنيا ولو تلاقينا ما نحسش ان احنا كنا بعيد عن بعض، لان المسافات بتقرب بسرعه، لان اللي جواه هو اللي جواه هو اللي جواه ونفس المشاعر. يمكن ده من يعني من الناس اللي هو فعلا يحبك يشوفك ناجح واقف على رجلك، دعمني كتير. دي اهم حاجه، عشان كده دايما نقول ودعمني في اوقات وانا بنجح وهو كان في كتفي كان في ظهري. ما هو ده الصديق الوفي اللي احنا بنقول عليه، اللي هو يبقى معاك على الحلوه والمره. عشان كده اي شخص في حياه اي حد ليه صديق وفي بالمعايير اللي الدكتور اتكلم عليها خلال الحلقه، ما تفرطش فيه ابدا، وخليك ماسك فيه زي ما بيقولوا كده بايديك واسنانك. دكتور محمد نورتني، بشكر حضرتك. والله الدنيا منوره بيك. ربنا يخليك، ربنا يخليك لكل الناس. ربنا يخليك، ربنا يا رب. اشكرك. هنروح مع بعض الفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم ان شاء الله بعد الفاصل. انا اتكلت، ربنا بيجازينا عن كل اعمالنا وكمان عن الاثر اللي بنسيبه من افعالنا. يعني لو كلمه طيبه جبرت بيها بخاطر حد او اديت بيها امل لحد هناخد بيها ثواب، فما بالنا بقى بعمل خير ممكن يغير حياه ناس للافضل ويريح قلوبهم. انك تفك كرب غيرك وتجبر بخاطره عباده قال عنها الرسول عليه افضل الصلاه والسلام انها افضل من الاعتكاف في مسجده. الصدقات واعمال الخير هي الاثر الطيب اللي ممكن نسيبه بعد رحلنا. خلونا نتكلم عن اعمال الخير مع الدكتور عماد عوض، رئيس مجلس اداره جمعيه البر والتقوى المصريه. دكتور عماد اهلا بيك ومنورني. اهلا بحضرتك وأهلا بسيارة. دايما نقول انه اعمال الخير هي ابواب خير بتتفتح للبني ادم اللي بيشارك او بيساهم او بيجبر بخاطر حد ممكن يكون محتاج. هي جبر من عند ربنا سبحانه وتعالى لاختياره لينا ان احنا نساهم او نشارك او نجبر بخاطر حد. هو طبعا عمل الخير من اعظم الارزاق. لما حد يدلك على الخير تعرف ان ده رزق ربنا عز وجل بعته لك لسببين، ان هو عايز يختبرك وفي نفس الوقت عايز يكرمك. صحيح. فهنيئا للي هو بيقبل، انما اللي بيرفض او بيدعي ان ما شافش او بيدعي ان ما فيش او الظروف او الكلام من ده او يخاف او بيخاف او بيقصر، ده بيبقى هيقع في مشكله. كلنا عارفين قصة الرجل الأصلع والرجل اللي كان عنده برص والأعمى، ما كانوش يعرفوا إن ده ملك اللي جالهم. لو كانوا يعرفوا كان الوضع اتغير، ومع ذلك واحد بس اللي نجح في الاختبار والباقي كله سقط ورجعوا تاني أشد فقرا من الأول. فالفكرة إن احنا هنعيش في اختبار مدى الحياة. ربنا عز وجل بيقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. طول ما أنت بتقول أنا مؤمن البلاء هيزيد. البلاء شكله إيه بقى؟ مش مرض، لا، ممكن يبتليك، يبعت لك حد يطلب منك مساعدة في وقت معين أنت مش متخيلها، يخليك تفتح دلوقتي على القناة واحنا بنتكلم فتشوف حد احنا بنجمع له، او انا بطلب منك حاجة لجمعية البر والتقوى. فهو ده ابتلاء، ولان ربنا قال في الشر وفي الخير ابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير، بس قال لك فتنة معايا، ربنا بيفتنا. فعمل الخير هو الوسيلة الوحيدة للنجاة. كلنا شفنا زلزال المغرب. ايوه. الناس دي كانت نايمة في البيوت، كانوا بتفسحوا، كانوا بيصلوا، كانوا عايشين، فجأة بلا أي مقدمات. ودي رسالة من ربنا. اللهم كن معهم يا رب، وتقبل موتاهم شهداء في الجنة، واشفي مرضاهم يا رب. احنا بقى فين من العبرة دي؟ احنا كان ممكن احنا اللي نبقى العبرة، بس انتوا فاهمين الرسالة؟ من ده بقى كتير. فربنا يحفظكم ويحفظنا، بس صدقوني لا نجاة إلا بالصدقة. مفيش حد بيفضل على حاله. احنا بنشوف خلص. ناس أحوالها كانت كويسة جدا جدا جدا، وفجأة حالهم يتبدل من حال لحال ويقول لك حياتي كلها اتشقلبت في لحظة. ولذلك لازم الحل إيه بقى؟ إن أنا أبقى في حماية ربنا.
ابقى في معيه ربنا. لو انت تصدقت بجنيه هو لازم يرجع لك 700. وبعدين لما تتصدق ما تقولش عشان يديني، لا، حبه، اتقرب منه عشان هو عايز كده، هيتحفك بعطائه. رفيع، الصدقه عامله بالظبط زي ما احنا بنقول ايه، احنا عايزين نأمن حياتنا وحياه اولادنا، فنحوش نجيب حاجه خليها على جنب للزنقات، للظروف اللي ما حدش عارف هي ممكن بكره يبقى فيه ايه. هي الصدقه بالظبط كده، حصاله وانت بتحط فيها صدقتك عشان في يوم من الايام لما يجيلك اي ابتلاء ربنا يشيله او يخففه او يرفعه عنك. خلونا نروح نشوف اول تقرير معانا خاص بجمعيه البر والتقوى ونرجع لحضراتكم مره تانية. جوزي توفى وساب عليا ديون ومعي ست عيال برب فيهم، انا مش عايزه حاجه من الدنيا الا بس ستر بنت وحد يجهز البنت. ربنا سبحانه الله وتعالى بعت لي حاجه كده من جوايا ان انا ارتحت وعرفت ان من بعد ما صليت الفجر ودعيت ربنا سبحانه الله وتعالى كده بعت لي حاجه ان انا اطمنت ان حاجه بنتي هتاجي وفرحت قوي وفرحانه والله فرحانه قوي. بالنسبه للحاجات دي فرحتني وفرحت ولادي كنت في كميه السعاده ساعه شفت حاجه بنتي جايه وهي دي امنيه حياتي ان انا سطرها واغوزها. انا وانا اجري بقى على الاطفال التانية مش مشكله، انا فرحانه قوي والحاجه اللي انا كنت طالباها وصلتني وربنا يبارك فيكم ويصلح حالكم ويباركوا لكم في مالكم وربنا يصلح حال اسره الخير. وبشكر جمعيه البر والتقوى اللي جابت لي الحاجات الحلوه دي وفرحتني انا وبنتي، والله كان اسعد يوم في حياتي، والله اسعد يوم في حياتي حقيقي. أنا بشتغل وبطلع الساعة 5 وأجي الساعة 10 بقفل على أولاد عشان هم أطفال وباجي بجيب لهم لقمة عيشهم وأكلهم وبجري عليهم بقالوا أبوهم ميت بقالوا 5 سنين وبجري عليهم. يكفيني في الله كبير وسبحان الله هو اللي أنا مخليني مرتاحة ولو ما معيش ولا جنيه ببقى عايشة مرتاحة طول النهار. وانا بشوف التقرير خدت بالي من حاجه غريبه قوي، سبحان الله الهم بيغير ملامحنا والفرح بيغير ملامحنا. يعني السيده اللي احنا شفنا التقرير الخاص بيها دلوقتي شكلها وهي بتحكي همها قبل الانجاز ملامحها مختلفه تماما، الفرحه لما بقيت على وشها ملامحها اختلفت تماما. وده طبعا هيبقى له اثر كبير جدا على اللي شاركه وساعده يوم القيامه وفي الدنيا. أدخلت سرور وفرحة على حد ممكن يكون محتاج. من أعظم العبادات على الإطلاق جبر الخواطر. صحيح. لها أثر كبير جدا عند ربنا عز وجل، وبالتالي كرمه بيبقى كبير وشديد بقدر فرحة الناس اللي أفقرهم ربنا. مش أفقرهم عشان بيعاقبهم، إنما هو أفقرهم عشان يبتلينا إحنا، عشان يختبرنا إحنا. هما كده كده ناجحين في الاختبار لأن هما تأقلموا وربنا ادهم القدر ان هم يتكيفوا. ده عندهم حاله من الرضا والصبر غير عاديه. انما احنا وانا قلنا ما هنفضل نختبر، فربنا يجزي خير كل اللي شارك معانا ولو بجنيه. احنا يا جماعه بنستعد دلوقتي خلاص ان احنا رايحين بعد يوم 25 رايحين الحسنه في شمال سيناء او وسط سيناء. خلاص بقى القافله اللي كلمتكم عليها من زمان. عندنا معرض كبير في الاسماعيليه للملابس. يوم 19 ان شاء الله. عندنا شغل كبير جدا في اطفيح في الجيزه، عندنا شغل كبير جدا في الاقصر، عندنا 6000 طفل عايزين يتكسوا كسوه مدارس. انتوا لسه بتفكروا؟ معلش الدراسه خلاص على الابواب، هنسمح للاولاد دي تسرح المدرسه بالزي القديم؟ ترضوها لاولادكم؟ طب ايه اللي مخليكم مش عايزين تساعدوهم؟ ده في ناس كمان ما عندهمش حتى الزي القديم. مفيش. يعني ده اللي عنده زي قديم بيعتبر غني في وسطهم، لكن في اطفال تانيين ما عندهمش ولا شنطه يحطوا فيها الحاجات بتاعتهم، ولا عندهم حتى الحاجات اللي تتحط جوه الشنطه، ولا عندهم اللبس اللي يروحوا بيه المدرسه، ولا عندهم المقدره على انهم يصرفوا سواء كان دروس او دخول حتى مصاريف مدرسه. ده حقيقه، بس احنا واثقين ان جمهورنا اللي عودنا دايما على الجود والاحسان والنجاح
ان هو هيدعمنا ان شاء الله، وهيتصل على 19038 دلوقتي حالا وهيشارك معانا باللي يقدر عليه ان شاء الله. ان شاء الله. نروح نشوف تقرير تاني خاص بجمعية البر والطاقة ونرجع لحضراتكم مرة تانية. يا رب اشفيك يا اسماء، يا رب يا رب اشفيك. اغلى حاجه عندي في الدنيا وبنتي عاوزها حلوه، انا عايز فلوسها عليك، فلوس الدكتوريه عليك، يا رب اشوف عروس، يا رب يفرحني بيك يا بنتي. ما عايش فلوس العلاج ولا الدواء ولا حاجه، انا شفت الدنيا ما حد شاف. هي عندها كهرباء زيادة في مخها، انا والله نفسي في دكتور يكشف عليها ويخليها تخف، والله ادعي له لحد ما يموت، ودي ملك ماشي على الارض. هم يا بنت اشوفك عروسه في الكوشه. ايوه في الشتاء البيت بيغرق ميه، بيبقى فيه ميه هنا معطينا، وبتخش حاجة وحشة عشان ما فيش تعدل. البيت دايما ضلمة ما فيهوش نور، وما بتصحى بنتي وتلقى الدنيا عتمة بتصوت وبتبقى خايفة من العتمة. أنا بقى شفت وحضرت نماذج زي دي، أحمدوا ربنا قوي 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 على النعمة اللي احنا فيها، لأن لما بنشوف حالات زي دي بتلاقي الابتلاءات عندهم مش ابتلاء واحد، يعني مش ابتلاء مرض بنتهم بس، لا بتقولك كمان المطر بينزل بيغرقنا في الشتاء، يعني لا سقف ولا مصاريف ياكلوا ويشربوا ولا مصاريف يعالجوا بنتهم، وابتلاء بمرض بنتهم وهم كمان مرضى، يعني كومبو ابتلاءات. هو طبعا الحاله زي ما انتم شايفين، الى جانب المرض البيت نفسه في المطر السقف وحش جدا. ايوه فالمطر بيبقى في قلب البيت، يعني بص بقى فقر ومرض وما عندهمش اي قدره على الانفاق باي شكل من الاشكال، حتى لو لاحظتوا الراجل نفسه تعبان. ايوه بالظبط، والزوجه نفسها تعبانه يعني. لا والبنت يعني ما شاء الله ما هيش طفلة صغيرة، لا ده عروسة، دي كبيرة. مين بقى فيهم يقدر يشيلها ويحركها؟ مفيش كلام من ده. وعلى فكرة في أمل كبير في شفائها إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. وأنا واثق إن الناس اللي بتشوفنا دلوقتي اللي عندهم بنات واللي عندهم أولاد، يعني ربنا يحفظ ولادكم، اشكروا ربنا على نعمة البركة في ولادكم إن أنتوا تساعدوا الحالة دي شكر عملي، وإن إحنا نعمل سقف كويس للناس ديت، وإن إحنا نقول لهم أني الأوان إن أنتوا كفاية كده صبر، إحنا هنخرجكم بقى من اللي أنتوا فيه، وكأن ربنا عز وجل بيبعتنا لعباده اللي هم المبتلين عشان نخفف عنهم، وفي نفس الوقت إحنا كمان ندخل في دايرة اللي هم الذين يقضون حوائج الناس. أيوة. دول الآمنون يوم القيامة من عذاب الله. فأرجوك يا جماعة ما تتأخروش علينا، لأن على فكرة احنا معانا حالات كتير جدا ما بنرضاش نعرضها، احنا بنعرض حالة بس عندنا أمل إن انتوا تساعدوا معانا في بقية الحالات اللي بتبقى منتظرة ومش هينفع تتعرض. في حالات احنا بنحترمكم عشان الشاشة برضو، وبنحترم أبصاركم وإحساسكم، في حالات أصعب من كده بكتير. فاش تتعرض. فاكر يا دكتور عماد الحالة اللي رحنا صورناها اللي كان عندها 4 شباب إعاقة كاملة، يعني البنت هي ما بتتحركش من على السرير، 4 شباب بقى أولاد كانوا مرميين على الأرض، عندهم ضمور مخ، عندهم ضمور وكبار في السن، ده في لغاية 21، ولا أعجب من كده لها أخ عنده كمان 2، وساعات الأربعة دول بيوصلوا ل8 بيجيبوهم يقعدوا معاه. بصوا يا جماعة احمدوا ربنا، كل ما هتمشوا كل ما هتشوفوا، صحيح. كل ما هتمشوا كل ما هتحمدوا ربنا أكتر على النعمة اللي أنتوا فيها. فرجوا لكم عشان يحمدوا ربنا على النعمة اللي هم فيها. هم في معظم الشباب دلوقتي مش عاجبه حاله، مش عاجبه البيئة، مش عاجبه تعب أبوه، لا وعنده مش ما عندوش، لا هو عنده بس وما عندوش ابتلاءات، لا عنده نعيم ورضا ويعني من عند ربنا سبحانه وتعالى مديله رزق كتير، ومع ذلك تلاقيه عنده طمع في الأكتر وما عندوش رضا باللي موجود. هو طبعا مش هيحس بقيمة اللي هو فيه ألا ما يشوف اللي أقل منه،
قال لما يشوف الناس اللي زي ما حضرتك جيتي كده وسافرت معانا وشفتي مناظر صعبه جدا جدا، فانا بارجو كل الناس اللي بتشوفنا، فين صداقتكم الجاريه؟ همتكم الفتره ديت مش مع الحاله دي بس، داخلين على موسم مدارس، فين زكاتك؟ عايزين نكمل مزرعه البر والتقوى، عايزين نطلع الحسنه بحاجه كويسه. محطه الجفجافه مكلفه جدا يا جماعه، همتكم معانا شويه. رجال اعمال، الفترة دي احنا محتاجين كلنا نحط ايدنا في ايد بعض عشان اسيادنا الفقراء في بلدنا مصر. وصدقوني ما نقص مال عبد من صدقه. صحيح صحيح. لو عايزين بقى يعني البني ادم يحس بنعم ربنا سبحانه وتعالى عليه هي قد ايه، انزلوا مع الجمعية وروحوا زوروا الناس دي وشوفوا الناس اللي عندهم احتياجات، هتحسوا ان البني ادم قد كده هو، وانه سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى ممكن يبدل حالنا من حال لحال في لحظه، طول ما احنا بندي ظهرنا للناس اللي ممكن يكونوا محتاجين ونعمل نفسنا مش واخدين بالنا. نورتني يا دكتور عماد، بشكر حضرتك واشوفك على خير ان شاء الله. الله يبارك في حضرتك. بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشت وكان لي عمر اشوف حضراتكم بكره على خير ان شاء الله. سلام عليكم. أنا